أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم وأحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. المشاهدون الكرام، مشاهدو قناة أم درمان الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توقيعات. الليلة حلقتنا من داخل الميناء البري. قبل عدة أيام زادت الرسوم بتاعة الدخول للميناء البري، زادت بنسبة 100%. القرار فاجأ العديد من المواطنين، بقى التساؤل موجود، هل إنه زيادة دي عبء، زيادة عبء على المواطن أم غيره؟ إدارة الميناء البري قالت إنه الزيادة تتم بالنسبة للخدمات اللي بتقدمها داخل الصالة. ده هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. نشوف استطلاعات الشارع السوداني حول موضوع زيادة الرسوم، إذا كانت منطقية أو غير منطقية، السبب في الزيادة أو السبب في الرجوع عن الزيادة، ونرجع لكم مجددا، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل أحمد من ولاية سنار. أنا خشيت كان قبل أسبوع، كان سافرت بثلاثة جنيه، هلين خشيت بألف ونص، يعني رجعت زي ما هي، لكن خدمات ما فيها، يعني خدمات معروفة، الخدمات دي اللي هي موية أي حاجة ما فيها. أصلا أنا قاعد تذكرة لي ساعتين ما قادر أقوم، حد حجتني يقول لك الورق ما اتختم وحياة زي دي، يعني أصلا متضرر لي ساعتين وقاعد في الصالة ما قادر أسافر. احمد محمود عبد الله، شركه فواصل النقل. الزياده والله ما في لا سبب مقنع كده انه يزيدوها، ما ناثرت فينا في الشغل. الركاب ذاته في الايام اللي فاتت دي زياده ونقصوا، حكى حس تدون يرجع كويس، مؤثر معانا، ما منا فايده زياده. بتاعي سبب مقنع ما عنده، عشان يقولوا زيادات كده ده خدمات، طبعا جوا المينا ما في، وهنا ما في لا سبب يزيدوها. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد احمد ضفاء الله ابراهيم، منطقه طابط العقلين. الزيادات الحاليه اللي قبل يومين زادت دي، بيقولوا خدمات في داخل الميناء، لكن احنا ما راينا اي خدمات ما رايناها. احنا سواء كان داخلين ما شايفين خدمات، سواء كان مارقين ما خدمات، واذا كان التذكره ذاتها حاليا ناس في الوقت بيقول لك في يعني ختم بتاع ضريبه من 19 جنيه، هسه يقول لك التذكره 20 جنيه. في التذكره جزء مربوط، وبرا يعني هامشا ياخذ منك التذكره كامله يقول لك 20. احنا ما عارفين الزيادات دي ذاتها، احنا نعمل شنو ذاتها في الضغوط دي، ما عرفنا نعمل شنو. في الاراضي احنا يعني حته زي دي من قبل كده ما شايفين، اذا اصلا في الميناء في خدمات او احنا شايفين، واذا ما في خدمات او احنا شايفين داخلين مارقين، واذا التذاكر بتتختم على مبلغ وياخذ منك مبلغ برضه احنا عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معك مرحبا بالرسول ابراهيم. والله بالنسبه لخدمات الميناء انا ما شايف اي خدمات. هنا من اجل الميناء بيقطع لك التذكره ويقول لك خل بص ده فيه 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 مكيف وفي حاجه مريحه للناس، لكن للاسف زي ما انت مشي تركب هناك ما بتلقى اي حاجه، كله كلام صايع. وغير كده في زياده في التذكره، زياده كثيره يعني بالنسبه للدخول زياده في التذكره. الإشارة لهذا الموضوع، يعني احنا ناجي بنتكلم عن الزيادة بتاعت الميناء والإضافة للخدمات، يعني ما في خدمات ولا في شيء زاد، ونحن ريناه يعني حتى لو كانت الصالة دي مكيفة والتكييف ما شغال وما في أي خدمات وما في داعي زاد لزيادة هذه الرسوم. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله عبد الرحمن. أول حاجة بالنسبة لخدمات الميناء البري، ما في خدمات والله. نحن شغالين في البري ده من نشأة الميناء البري، هو طفل صغير نحن شغالين في الميناء البري، ما بيقدم أي خدمات لأي حاجة. التذكرة اللي بيخشوا بها الناس دي، أول حاجة الميناء البري حمامات ما في، نمرة اثنين ما في خدمات موية عامة للمواطن اللي بيخش، نمرة ثلاثة يعني الميناء البري ما بيقدم أي خدمة لأي حاجة، بس بل بيتحصل قروش ساي. التذكرة قبل كام ثلاثة أربع يوم كانت 3 جنيه. الميناء جفة من المواطنين عزفت عزوف تام من الدخول بسبب غلاء التذكره. كل الناس مشت جبل اولياء ومشت ام درمان بسبب زياده التذكره. فكون ينزلوها دي افضل طريقه وافضل حاجه، شايف شويه الناس بدات تجي، لان انه ممكن انا يقطع تذكره ب 15 ب 20 جنيه زايد عليها ثاني 3 ايام من برا، حاجه كثيره جدا جدا. فالحمد لله غايه المهم نطلع من الله من السلام انه يكون في خدمات. الحمامات دي اهم حاجه، ما في حمامات نهائي، عمال 3 حمامات يمينه بري بيخش السودان كله.
ثانيا ما في مويه، يعني ليه لو في طفل داير مويه الا يمشي واحد من الاخبار يجيب له مويه من برا. حتى المشروبات الغازيه، المشروبات الموجوده داخل المياه البري محتكره لشركات معينه. المياه البري بتقول ثلاثه انواع بس. احنا انا ما محتاج لشركات ثانيه تخش. نمرة ثلاثه ما عندنا مصله هنا. مصله يصلوا فيه المواطنين ما عندنا. كتر خير الغرفه عملوا مصله فوق. يعني بس فرش لهم فرشه صلوا فيها. نحن بنناشد ناس من البر انه يعملوا برضه مصلح للناس، لانه الكميه بتاعت الناس اللي بتصلي ما سهله. الشيء الثاني ما في تكييف نهائي في الصاله دي، ما في تكييف نهائي. الليله ربنا سبحانه وتعالى لطف انه جاب الجو بارد وجو جميل، لكن غير كده ما بتقدر تكييف انت هسه. انت ما بتقدر تكييف لانه والله سخانه ما عاديه. اشتكينا اخر مره اشتكيت انا امس. الصاله هنا ما في تكييف. قال لي والله غير التكييف. بس نحن بنناشد المسؤولين انه يراجعوا المساله ورب سبحانه وتعالى يمشي الامور يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اول شيء بالنسبه للخدمات اللي بتقدمها المينا، وبالنسبه للزيادات، الزياده اللي بيعملوها دي زياده عشوائيه، ما في له خدمات للمينا. المينا الان نحن الساعه الان قدامك واقفين بنعاني من انه الحافلات شحنات قبل اربع ساعات وقفات بتاع الحركه، قالوا مش يفطر. يفطر وين؟ في لندن ولا يفطر داخل السودان؟ دي الناس كلها قاعده والحفلات واخده موجوده، صح الكلام ده؟ لو سالت الناس دي كلها بتقول لك صحيح، خدمات ما في. الشيء الثاني التذاكر الجديده دي مع زياده الوقود ما في زيادات. نفس التذاكر القديمه هي طبعا، حتى لو في زياده ممكن تكون 2000 او 3، لو كانت في زياده تكون في خدمات داخل المينا. المينا ما فيها راحه للمواطن، اول شيء مقاعد جلوس الناس ما في، اربعه الباقيين لو قعدوا تاخرت الحفله بيكونوا واقفين على طول. الشيء الثاني مويه ما متوفره. الشيء الثاني المفروض يكون في مركز صحي داخل المينا البري في حالات اسعافيه، في ناس بيجيون حالات طاريه. دي كلها ما موجوده داخل المينا البري. فنحن بنعاني انه المينا البري القروش الماشيه دي ما في عائد للمواطن. انه بس شغل الشركات والمواطن مبيوع من برا يدخل بقروش ويركب في الحافله بقروش ويدخل دوره المياه بقروش. وده كلام نحن والله ما نافق عليه، المفروض الانسان ينتبه له. بسم الله الرحمن الرحيم، طارق بشير. بالنسبة للخدمات والله ما في خدمات خالص، ويمكن تكون تجارية أكثر من أنها تكون خدمية. والدليل على ذلك يمكن تنظر لوجوهنا وشوف كمية العرق اللي نازلة. فما في شيء نقوله إلا حسبي الله ونعم الوكيل. ما أقدر أقول أكثر من كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والله انا افتكر انه الزياده دي اصلا ما في لها مبرر نهائي، يعني اصلا ما في خدمات، ما في حاجه بيقدموها، يعني شالوها زياده بس عباره عن بروفه يعني، لكن ما في حاجه كده ملموسه محسوسه انه شايلينها عشانها كده، لكن ما في حاجه يعني، بس يا هو زياده والناس عباره عن ناس الجشع والحاجه الظاهره، كل ما دقيقتين بقى يزيدوا ونحن ما فهمنا ذاته ليش نو عشان شنو، يا تو خدمات اصلا هي، ما في خدمات، ما في حاجه، هو الحال على ما ياهو. يعني ما في حاجة أصلاً زادت، بس عبارة عن القروش بس الزادة دي، لكن ما في خدمات، ما في حاجة مقابلة لها، يعني بس زيادة عبارة عن زيادة قروش وناس معينين يعني بتكون أكيد، يعني ما غايته ما أعرف، لكن أنا واحد من الناس في 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 رأيي الخاص، يعني ما في حاجة زادت، ما في حاجة يعني خدمات هنا جات زيادة أو يا هي القديمة، عبارة بس عن القروش بيشيلوها، لكن ما في حاجة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حقيقه كنت الاسبوع الفات جيت المينا هنا يعني خشيت ب 3 جنيه، وحسي لما جيت المره دي يعني لقيت انه بقت سعر التذكره 1.5 جنيه، فجاني احتمال كويس انه رجعوا لي سعرها، لانه هي بتستاهل يعني، انا اخش المينا ولا اخش محل هنا يعني 1.5 جنيه زياده يعني كثيره يعني. فيعني اذا في طريقه ممكن تتنقص ذاته زياده يعني، يبقوها جنيه يبقوها حاجه كده. فالزول بخش عشان شنو؟ يركب مواصلات، ما اكثر من كده، لانه ما في حاجه ثانيه اكثر من كده. يلا وبناشي انه تتقدم خدمات ويتم تطوير المينا، يكون في مصلى للناس هنا جوا عشان الناس يعني بتكون قاعده مستنيه، الواحد ممكن يصلي بدل تفوت زمن الصلاه وكده، يكون في محلات بتاعه وضوء الناس تتوضى. بتمنى برضه انه تكون في محلات للمويه الناس تشرب، تلقى راحتها، تصلح المقاعد، ويعني الناس وخدمات الحفلات دي والبساط يعني يطوروا فيها شويه، بدل الواحد ياخذ زمن كثير الحفله بعد خلاص زمان يجهز. طوال الزول يتحرك، لانه الزول بيكون عنده مواعيد، لا في حاجه. ربنا يقدم الفوق الخير، واتمنى ان البلد تتطور اكثر واكثر.
أنا بزعل من الرسوم يعني بتاعت البوابة هنا في الدخول، يعني في أغوال الصحف وفي الجرائد اللي بتطلع دي، يعني الرسوم دي غير قانونية. وطالع بعدين جيت اتفاجأت جاي مسافر هنا لقيت الرسوم برضو، بدل كانت 1500 أربع ساعات عملت 2 جنيه. ونحن دايرين نعرف، انتوا طالما جيتوا هنا دي نحن دايرين نعرف هل الرسوم دي حقيقية ولا غير حقيقية بتاعت البوابة هنا. وبرضه بنزل من برضه يعني اللي بيقول لك هنا كل ما لحظة يعني التذاكر دي ماشية زايدة زايدة زايدة، نحن ما عارفين الطريقة الزايدة فيها شنو يعني، وكل ما في الكلام يعني. والله الرسوم 3000 دي كثيرة على المواطن، كثيرة شديد، والخدمات الجوة ما يليق، والناس اللي بيعانوا عديل بيخشوا جوا ما بيلقوا الخدمات، خدماتهم تعبانة، إدارة المينا البري خدماتها تعبانة شديد. أنا شايف إنه ما في داعي للزيادة النهائي، من المفروض ما تكون في زيادة، يكون في نقصان، لأنه الخدمات اللي كانت في المينا أول هسي اتفقدت. هو أقرب حاجة التكييف، هسي ما في تكييف، لو عينت للإنارة انتهت، إنارة بقت ما في، لمضة لمضة الشغال. لو ده البوهي الفيو من قوام المين لقينا، حتى الابواب بقت لها بتكفل مفتوحه كده الشارع، حتى لما يكون في التكييف كده الكراسي اللي لقينا، يعني ما في اي شيء جديد، حتى القديم اللي ما كان موجود انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للخدمات اصلا ما في خدمات، يعني المقاعد تعبانه وكل شيء، يعني كل شيء بالتكييف ما في، ما في اي شيء. يعني الحين اللحظة دي أنا عرقان، كل الناس دي تعبانة، وفي نفس الوقت حتى الناس اللي يخطون في المحلات الشبابيك محل يعني مقابلة الجمهور ما عندهم أخلاق حتى يتفاهم معك، الواحد يقول لك إن شاء الله ما توصل. يعني حتى الناس المفروض يجيبوا ناس يستحق يقعد في محلات مقابل للجمهور يعني، فما في خدمات ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الشفيع عثمان من قرية التيو. بالنسبة للزيادة في المينا البري للخدمات، أصلاً إحنا ما شايفين خدمات، فيها خدمات زيادة أصلاً، إضافات ما أضافوا أي حاجة. هو المينا زي ما أنشأ بحالته، حتى الخدمات اللي فيه زي ما شايفين متعطلة، حسي تكييف ما في، إنارة تعبانة، وبعدين حتى لو في زيادة يعني ما في زيادة، ضعيف الناس بيزيد ما بزيد بيزيد ضعيف، للأسف النسبة اللي فيه جنيه ونص بيزيدوا عليه 3 جنيه، زيادة 500 زيادة جنيه، لكن ما في زيادة أصلا ضعيف، لأنه أصلا ما في خدمات تستاهل لأنه تكون في زيادة ضعيف لل... يعني هو أي حاجة في من ما أنشأ المينا لحد الآن، أي حاجة نحن نجي قدر الواحد بغيب وبيجي بيلقى في حالته، حتى الكراسي ما في تجديد، ما في أي حاجة تجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر طبعا التلفزيون والمواطنين، يعني الناس يعني حتى الناس تعبانة. أول شيء يعني هي الخدمات فيه، يعني الناس لما تيجي في الدخول كويس يعني مرتاحين، المقاعد كويسة، لكن بس تكييف ما في، ما في خدمات بس تكييف. بعدين الناس طفشوا في حكاية الزيادة دي، يعني الناس بتبقى تركب من برا، بس شو ناس الحفلات ده الواحد بيقعد من أمس عشان يشحن، ما بيلقى طريقة، الناس كلها قاعدة كده يعني. ما بتسأل، لأنه الخدمات الحمامات دي كلها شفت لو خاش الدورة بتاعت المياه تلقى الخرطوش بتاع الحمام ما في، بتلقى الباب مكسور، ما بتسأل الخدمات، 1500 بس. المشاهدون الكرام، مشاهدو قناة أم درمان الفضائية، هذه كانت استطلاعات الشارع السوداني حول موضوع زيادة رسوم الدخول إلى الميناء البري. إدارة الميناء البري رفضت الظهور أمام الكاميرات، رفضت التصريح بأي تصريحات أمام الكاميرات، أرجعت الموضوع إلى وجود خدمات داخل الميناء البري. دخلنا إلى الميناء البري، لا تكييف، لا مياه، لا توجد خدمات التي قالتها إدارة الميناء البري. هذه كانت استطلاعات الشارع السوداني حول هذا الموضوع، رأيناها وإياكم. حتى جديد الملتقى بكم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى بمشيئة الله، أترككم في أمان الله.